أجدد مرحبا مرة أخرى بالترحاب بالسادة الكرام. أيها السيدات والسادة، إن انفتاح المديرية العامة الوطنية على محيطها مسلك تركز وتقوى وأضحى خيارا لا تراجع عنه، وفي إطاره نرصد حرص المديرية العامة للأمن الوطني على الاستجابة لكافة الطلبات المرفوعة إليها من قبل الفاعلين التربويين أو المدنيين، حيث نسجل بكل فخر واعتزاز المشاركة المتميزة والفعالة للمديرية العامة للأمن الوطني في ملتقيات هامة لتوجيه الطالب. المشاركة المتميزة للمديرة العامة برواق خاص بالمعرض الدولي للكتاب في دورته 24 فبراير 2019، تأمين قافلة للتحسيس بمخاطر الطريق، كما جمعت بين ولاية الأمن والمجلس الإقليمي لعمالة النواصر اتفاقية شراكة في طور التنفيذ بقيمة 2 مليون درهم. السيد والي جهة الدار البيضاء سطات بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيد عبد الرحيم دلال ضابط أمن المنطقة الإقليمية للديون من طرف السيد والي جهة الدار البيضاء سطات لوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. الشرطة مواطنة في خدمة المغاربة منذ 63 سنة هو شعار المديرية العامة للأمن الوطني الذي تبنته هذه السنة. من خلاله نريد أن نقدم للمغاربة الوجه الحقيقي والجديد للمديرية العامة للأمن الوطني في بنيتها التحتية الحديثة وفي تحديث وسائل عملها التقنية واللوجستيكية لخدمة المغاربة على جميع المستويات. أما هذه العروض التي رأيتمونها إلا جزء من ما تتوفر عليه المديرية العامة للأمن الوطني، نريد أن نوضح به للمغاربة ما تتمتع به وما ما تتوفر عليه المديرية العامة للأمن الوطني الإمكانيات حتى يراها المجتمع لكي يطمئن على أمنه وبالتالي يطمئن على سلامته وطمأنينته وصحته. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.